ونعود إلى أزمة النيجر. سينضم بشأنها إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت السيد العميد خالد حمادة، المحلل العسكري والاستراتيجي. سيدي، الأحاديث تطول بشأن القدرة على التدخل العسكري أو على التدخل العسكري، ماذا بشأن القدرة بشأنه؟ أولا لا يستدل برغم كل التصريحات الفرنسية هناك إمكانية للتدخل عسكري. رأينا كيف خرجت القوات الفرنسية من مالي في بحيرة الساحل، وكذلك من بوركينا فاسو. اليوم يعني تتكرر نفس المسألة مع الفرنسيين في بوركينا. هناك موقف طبعا موحد من الدول الإسلامية يحذر من هذا التدخل. وكذلك يعني لا تبدو الولايات المتحدة أنها مهتمة بعملية إزاحة الانقلابيين وإعادة الرئيس إلى السلطة. يبدو المشهد وكأنه هناك رغبة ذاتية لا سيما من الولايات المتحدة ومن روسيا ومن الصين في عملية تقاسم الثروات الموجودة. كذلك لابد من الإشارة أنه يعني التدخل الفرنسي في إفريقيا لم يعد يعكس ميزان القوى الدولية. يعني هناك دول لديها ثروات عديدة كانت فرنسا تضع يدها عليها وتدير الحكم فيها، وطبعا نشأت معارضات قوية بطريقة إدارة فرنسا للشأن العام والوضع الاقتصادي المتردي الذي تتحمل مسؤوليته. لذلك يعني لا تبدو أن هناك رغبة دولية للقيام بعملية عسكرية. وأنا أعتقد أنه فرنسا تدرك تماما أنه ليس بإمكانها أن تعيد الوضع إلى ما كان عليه في السابق، وبالتالي يعني أنا لا أرجح أن يكون هناك عمل عسكري في النيجر. تتحدث عن العمل العسكري تقوم به فرنسا أم تتوارى فرنسا خلف مجموعة الإيكواس؟ يعني أعتقد أنه أي عمل عسكري من هذا النوع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المصالح الصينية والمصالح الروسية والمصالح الأمريكية، وبالتالي لا يمكن يعني لمجموعة الدول هذه أن تتخذ هذا القرار بمعزل عن موافقة أمريكية وروسية وصينية. يجب أن ننتظر يعني مواقف هذه الدول استمرت على هذه الجزيرة. أعتقد أنه تدرك فرنسا أنه ليس بإمكان يعني إعادة الوضع إلى ما كان عليه. ربما إذا اتفقت هذه الدول على نوع من تقاسم الثروة هنا، ربما يدار الموضوع عن طريق شركات أمنية أو عن طريق جماعات محلية أو بالمساومات مع الانقلابيين للحفاظ على يعني أمن الثروات، وبالتالي الحفاظ على استفادة الأوروبية من هذه الثروات. ولكن القول أنه هناك عمل عسكري وإعادة إنتاج سلطة موالية لفرنسا. طب وماذا عن المهلة التي أعطتها وزيرة الخارجية الفرنسية للأحد؟ إن لم يتم التراجع عن هذا الانقلاب سيتم التدخل العسكري كما قالت تصريحا مباشرا واضحا. يعني أنا أرى أن هذه مهلة نظرية، سيتم في النهاية يعني ربما ستتدخل الولايات المتحدة، سيكون هناك وساطات، سيتم الدعوة لحوار. معنى ذلك سيدي أنك تتحدث بأن فرنسا تغرد منفردة بدون تنسيق مع الولايات المتحدة؟ أنا أعتقد ذلك. يعني بعدين فرنسا لم تأخذ العبر من مالي ولم تأخذ العبر من بوركينا فاسو. يعني استمرت فرنسا بالتصرف وكأنها دولة مستعمرة وليس دولة يعني تتعامل مع دولة ذات سيادة ولها مصالح عميقة مع الاقتصاد. استمرت العقل الفرنسي بالتعامل مع أفريقيا يعني وكأنه يعني نعيش في قرنين إلى وراء. طب إذا كان الأمر كذلك، لماذا نيجيريا أخذت هذه المواقف المتصاعدة ابتداء من قطع الكهرباء التي تعتمد عليها النيجر في خطوة تصعيدية أولية؟ يعني أولاً هذا يدل أنه كذلك القوى الإقليمية يمكن أن تتدخل، ولكن إلى أين يمكن هذا أن يؤدي؟ يعني هل قطع الكهرباء يعني ما هذا سبب إضافي أنه فرنسا التي تسيطر على اليورانيوم في النيجر لم تكلف نفسها ببناء معمل كهرباء واحد فيها، وبالتالي الكهرباء كانت تأتي من نيجيريا. يعني هذا سبب إضافي للقطع، أنه كان هناك فشل فرنسي كبير. ثم يعني بإمكان الصين أو روسيا أن تبني بخلال 6 أشهر
عدة معامل كهربائية وتنهي مشكلة الطاقة في النيجر اعتمادا طبعا على اليورانيوم الموجود في النيجر وبالإمكان استحضار كذلك يعني في فترة وسيطة عدد من المولدات الهائلة والضخمة كما حصل في مصر مثلا، ويتم معالجة هذا الموضوع. يعني أنا أعتقد أن هذه مسألة الكهرباء وقطع الكهرباء لا يمكن أن يبنى عليها قرار بالحرب. طيب وبناء عليه قرار الحرب، هل تتصور أن على الأقل تدني فرص حدوثه، هل لتضامن مالي وبوركينا فاسو مع النيجر وحياد تشاد من أي تدخل عسكري قادم؟ هل تتصور أن حساب موازين القوة هو ما أبعد هذا الاحتمال؟ هذا صحيح. يعني اليوم إذا 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 يجب أن تدرك فرنسا أن أصبحت طوقة داخل تشاد، يعني كل الدول المحيطة بتشاد والآن أضيفت إليها النيجر أصبحت تحت سيطرة قوى غير موالية لفرنسا أو ليست صديقة لفرنسا، وبالتالي يعني يجب أن تفكر فرنسا بكيفية حماية وجودها في تشاد وبكيفية تغيير هذه السياسة في المنطقة. يعني اليوم إذا طبعا تشاد تدرك حجم الوجود الفرنسي فيها، ولكن حجم التدخل الخارجي في الدول المحيطة بتشاد، يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار كل الدول حيث خرجت فرنسا بالإضافة إلى السودان وإلى الجزائر وإلى الوجود كذلك الروسي والتركي في ليبيا وإلى ما هنالك والوجود الغربي كذلك، يعني تشاد أصبحت أرض فرنسية لنقل أو دولة تسيطر عليها فرنسا ولكنها مطوقة، وربما هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. يجب أن تفكر فرنسا في كيفية حماية وجودها في تشاد وليس في كيفية استعادة علاقتها بالنيجر وفقا للقواعد السابقة. شاكر لك من بيروت السيد العميد خالد حمادة، وأنت المحلل العسكري والاستراتيجي، إذ كنت معنا عبر الهاتف من هناك.